خليني اقول لكم، الانثى مظهره زي ما قلنا، مش تصحى من النوم الشعر المنكوش غجري وهفهف في الطراوه، لا، مظهر يعني ريحتك حلوه، روتين الشعر محدود، مش الكحكه والمربوطه، وريحه الشعر ليست جيده. انا بحاول اتكلم اهو، عندك روتين الشعر، عندك روتين الضوافر، عندك روتين القدم، عندك روتين سنن الفطره. ما ينفعش اطيب، زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وانا اتكلم اطيب طيب الماء، ريحتك حلوه، مش هيبقى جاي قاعده داخله اوضه فيها بنات وتأفف اللي معاها من الريحه، اصل الشراب ما اتغيرش. لا، داخله شراب مر، هو يوم واحد غسل ويتحط. الروائح الداخليه للمراه سنن الفطره معموله على طول على طول، انت متطيبه ومتطهره، ريحتك طيبه. طبعا ما نحطش الروائح بره، العطر بره البيوت، لكن جوه البيوت انت ريحتك طيبه، وكل واحده ليها زي ما ليها صيت في السماء ليها ريحه معروفه. ارجو ان الامر ده ما اسمعش بنت من اللي حاضرين المخيم تلعن، وفي مره من المرات على مدار سنين عمرها زواجها اولادها يتقال عليها ده كانت ريحتها مش طيبه. طب ما بنبقى في المطبخ وواقفين وريحتنا طبيخ وريحتنا المطبخ والاكل وبطلع فيه لبس الكلام ده وضوء، وبلبس اللبس الثاني سواء للاستقبال او للوعاد او للبيت او للمنام، ده مهم. ولو انا اتربيت عليه هربي الجيل اللي جاي عليه، الناس اللي عايزه تربي الاجيال، هربي الجيل الجاي عليه، مش هنلاقي ناس مش لطاف وتتأذي من ريحتهم، ده شيء مش هتكلم فيه تاني. جديدا قال غسيلا يا رسول الله، مش جديد، البس جديدا وعيش سعيدا، وهكذا الامر. طب لما نطلع للعيد مفيش جديد، ما معناش فلوس نجيب الجديد، يبقى البس والواحده تعطي اختها. اهم حاجه يبقى نظيف وريحته حلوه، ما يتقالش مسلمه ابدا ابدا، وبنات كمان بنات ما نسمع الكلمه دي، ممحيه من قاموسنا. نظيفه طاهره شريفه عفيفه، ريحتك حلوه، كلامك طيب، شكرا. ده المظهر. الروتينات دي مهمه، الاستربات دي مهمه، الحفاظ على الجلد والشفتين والشعر والعينيك، الحاجات دي مهمه، والحاجات الطبيعيه موجوده. المخبر، امسح، حياء، حياء القلب. اختي بتتكلم عن فتاتي شعيب، قمه في الحياء، قمه في الحياء. وجاءته احداهما تمشي، ايه الله، ماشيه تختلف عن ماشيه كلها حياء، ماشيه. حتى سيدنا موسى قال لا انا هطلع انا قدام ماشي ورا، ودي السنه. ما اجي نازله على مهارات بقى اللي بتعلم شعر، بقى وقصه ما شاء الله والصوره لا، احنا دي الحاجات دي ناخدها، واللي ناخده من الصور ومن القران ومن السنه ونطبقه في الواقع. الموقف بتاع فتاتي شعيب لما سيدنا موسى سبقه وقال لها لو ضللت الطريق هاتي حجر وحطيه كده في الاتجاه الصح اللي انا امشي فيه. يبقى انا لما بكون ماشيه في مكان وقدامي او جنبي او ورايا رجال، مش انا اتقدم الصفوف، لا، خلي الرجال هم يتقدموا وانت، مش معنى هم يتقدموا عشان هم قدام الذكوريه لا لا لا، سيبكم من النسويه والكلام الفاضي ده، لكن يمشي نازله على سلالم، بخلي اللي قدامي الاول يمشي عشان نزلتي وفي رفعه الحاجة. حياء وانوثه، يعني حياء يعني لابسه اللبس اللي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى بشروطه الثمانيه، واسع فضفاض، لا يشف لا يصف، لا يشبه لباس الكافرات، ما يكونش زينه في نفسه، ما يكونش مجسم، الا يليه لين حتى يشبه عمم الرجال. كل الكلام ده المفروض ده من الحياء، يعني انوثه. مراه يعني حياء، بنت يعني انوثه يعني حياء، الثلاثه مرتبطين ببعض. حياء العين اعرف انها بنت، اعرف انها بنت، ودي اللي بيفرق واحده عن واحده، غض البصر. حياء. الصوت الواطي حياء. الضحكه المنخفضه او البسمه مش في الشارع، في ايه يا جماعه؟ في حريم بره، مين في ايه؟ ولا تمشي ولا تتقصع ولا توطي ولا تعمل ولا ايه ده؟ لا لا لا، دي مش من الانوثه، دي من الرعون. اللي ما عندوش ادوات كنا في الجامعه، انا واخده كذا كليه، اول كليه خدتها كانت سياحه وفنادق،
كنا بناخد فيها ماده اسمها فن البروتوكول والاتيكيت، كان في 13 مبدا كده المفروض ان انتوا تحفظوهم ومش عارفه ايه والبيانات والكلام ده كلهم من الكتاب والسنه. عايزه اقول منها بسمه وفرد الظهر وابعاد وعلامات الوعدات وعارفه الحاجات بتاعت ان انا لما بضحك مع النبي عليه السلام كان اذا ابتسم ولو زاد في الضحك ظهرت نواجذه، يعني مش والضحكه اللي ماسيه مش عارفه ايه وهيه وحاجات ده مش من الحياه مش من الانوثه، يجرح انوثتك. انوثه يعني ايه؟ يعني دبلوماسيه الكلام. ان شاء الله باذن الله اوعدكم ربنا احيانا وجمعنا في ايا كان بعد كده ان شاء الله بقت كره خيريه بعد كده ان شاء الله ربنا يجمعنا نتكلم عن فن الردود. فبنعلمها الدبلوماسيين، الناس اللي شغالين في السفارات، الناس اللي شغاله في بتتعامل مع الجماهير والخطاب الجماهيري تقول ايه وما تقولش ايه، ولو تعرضت لسؤال مباشر وانا مباشر تقول ايه وما تقولش ايه. انت كأنثى لازم تبقي كده، تعرفي تردي صح، تعرفي تتكلمي صح.